مع بعض نحكي حدوتة اسمها حلم زرافة. حلم زرافة تأليف محمد فتحي ورسوم هاني صالح. كان يا مكان، وفي يوم من الأيام كان في زرافة جميلة، رقبتها طويلة زي أي زرافة، وكمان رجليها طويلة جدا جدا. بس الزرافة اللي معانا في الحدوتة النهاردة ما كانتش راضية عن شكلها خالص، مع ان شكلها مميز عن باقي الحيوانات، وكانت دايما بتتمنى ان رقبتها ورجليها يبقوا طولهم طبيعي زي كل الحيوانات اللي حواليها. وفي يوم من الايام الزرافة صاحبتنا نامت، وكانت بتفكر قبل ما تنام في ان رقبتها طويلة زيادة عن اللزوم. وفجأة وهي نايمة حلمت حلم غريب قوي، حلمت ان رقبتها قصيرة وكمان رجليها بقت قصيرة زي باقي الحيوانات أصحابها في الغابة. الزرافة صاحبتنا أول لما صحيت من النوم حكت الحلم لمامتها. مامتها ضحكت وقالت لها: يا بنتي، ربنا خلق كل واحد فينا وليه حاجة بتميزه عن الباقي، ودي نعمة كبيرة. بعد كده ضحكت معاها وقالت لها: تعالي بينا نتمشى شوية في الغابة وأنا هوضح لك أكتر أنا قصدي إيه. طول الطريق الزرافة الأم كانت بتشاور لبنتها وتقول لها: بصي هناك كده، شايفة الفيل مناخيره طويلة إزاي؟ ومناخيره دي مختلفة عن كل الحيوانات اللي موجودة في الغابة. بصي هناك، وحيد القرن، عنده قرن موجودة في وشه مش موجودة عند أي حيوان في الغابة. وبصي على الشجرة اللي هناك دي، شايفة القرد الشقي ده عمال يتنطط إزاي بديله؟ ده عنده ديل طويل مش موجود عند أي حيوان في الغابة. الزرافة صاحبتنا بصت لمامتها كده وقالت لها: أنا مش فاهمة حاجة يا ماما من اللي انتي بتقوليه ده. مامتها ضحكت لها وقالت لها: رقبتك الطويلة هي ورجليكي من الصفات اللي ربنا ميزك بيها عن باقي الحيوانات اللي موجودة في الغابة. مشيت الزرافة الصغيرة وهي بتفكر في الكلام اللي مامتها قالته، وقعدت تتخيل كده جوه دماغها الفيل وهو ما عندوش زلومة فما عرفتهوش، وقعدت تتخيل القرد وهو ما عندوش ديل فما حبتهوش خالص. أما وحيد القرن لما شافته من غير قرن قعدت تضحك عليه جدا وما صدقتش شكله الغريب. فجأة الزرافة صاحبتنا وهي ماشية في الغابة سمعت صوت حد عمال يقول: الحقوني الحقوني. بصت كده ودورت على مكان الصوت، اكتشفت ان الصوت ده صوت سنجاب صغير رجليه اتعلقت ما بين اغصان الشجره وكان خايف لحسن يقع. طبعا الزرافه صاحبتنا بما ان رقبتها طويله قوي هي ورجليها مدت راسها لقدام وقدرت تساعد السنجاب وانقذته من ان هو يقع على الارض ويتعور. عيله السنجاب احتفلوا بيها احتفال كبير جدا لان هي قدرت تنقذ ابنهم من الخطر. الحفله اللي عملتها عيله السنجاب حضر فيها الفيل والقرد ووحيد القرن، وكانت السناجب الصغيره بتلعب مع الزرافه، وكانوا كلهم فرحانين جدا جدا بيها. تاني يوم الزرافة قابلت القرد وكان قاعد على شجرة وعمال يتنطط على غصنها. قال لها: انت عارفة يا زرافة ان انت الوحيدة اللي تقدري تلعبي معايا وانا بتنطط على غصن الشجرة؟ لانك اطول حيوان في الغابة، وطبعا ربنا مخليكي طويلة كده علشان يخليكي تقدري تاكلي اكتر اوراق الشجر الطازة. الزرافة كده قعدت تفكر في الكلام اللي مامتها قالته واللي كمان القرد قاله لها،
وقعدت تقول لنفسها ياه أنا مبسوطة جدا إن أنا طويلة. الفيل رد عليها وقال لها طبعا لازم تكوني مبسوطة لأن دي نعمة كبيرة من ربنا، أنا خرطومي الطويل ده بستخدمه علشان أستحمى بيه وكمان علشان أقدر أمسك بيه أي حاجة عايزة أكلها. فكرت الزرافة في كلام الفيل وقالت في نفسها فعلا ربنا خالق لكل واحد ميزة والميزة دي بتساعده إن هو يعيش حياته بشكل أحسن. وقعدت تبص على القرد بديله الطويل وحيد القرن بالقرن اللي موجود عنده وقالت جوه نفسها الحمد لله إن أنا مختلفة عن باقي الحيوانات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.